بحضور الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق العاشر لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس شركة ألمنيوم البحرين ألبا وكأس المحافظة الجنوبية وكأس مصر في السلام وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الصخير. حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس شركة ألبا للشوط السادس من السيد حسن أحمد نور الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة بشركة ألبا كما تسلم سموه كأس مصر في السلام للشوط السابع من السيد علي حبيب قاسم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة بمصر في السلام البحرين وذلك بعد فوز الحصانين شوغن وليد باك روميو لإسطبل العاديات ريسينج الذي تعود ملكيته لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في الشوطين السادس والسابع فيما قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة كأس المحافظة الجنوبية إلى المضمر الفائز يوسف طاهر كما قام السيد حسن أحمد أنور بتقديم كأسي ألبا للشوطين الثاني والخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة كما قدم كأس ألبا للشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة.